بسم الله الحمد لله ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا سيدنا يا حبيب. قل أو قل أخرى لو أن عندي ما تستعجلون به تدعوه ما عندي بي. لكن نقبلها ولا الفكرة اللي يمكن خذوا فيها باش تعجزون. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. أنا يكفي لو كانوا تستعجلوا به كان في قبل أيام أو أمري أنا راني أوريكم أهل البشر وأوريكم شو يأتي مني لكم يقلل الحياة وأسوأ البشر. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. أنا أعلم عنكم في ظلمكم وإنجستيس لكن ربي يعرف عليكم كل شيء وهو الأعلم صيغة القصوى أعلم بالظالمين. وعنده أي الله زاد إذا يخاف من هو وعنده مفاتيح الغيب هو اللي يعرف الغيب واكتشف الغيب جزء منه يحل يولي من عالم الشهادة لا يعلمها ولا هو عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة مليئة حمرا وعلوها في الجردان بتاعكم الجنينة بتاعكم خذوها الطرقات خذوها في الغابات إن كنتم ملاحظين تحسون الملاحظة عفو شيء من العلم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا هذه الآية دي يمكن ننتظر واكتشر بيأذن بيدك هذا دائما الله السقوط إذا كان الأوراق تسقط وهي غير مسؤولة أمام الله فما بالكم وتسقطوا يعني أنتم عصيتم الله في كل الأمور كذبتم الرسول الكرام وقتلتم منهم وتعاقبتم البعض منهم عليه السلام ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وبر فرسول علم الله والغيب اللي ربي ميزه عن الشهادة والمجد وأنا بعد ربي يكرر ميزات خاصة به سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم ويعلم بالليل هنا حقيقة تنبيه أغلب الموتى يكونوا في الليل فرقهم الروح إذا كان خبيثا ما يلوموا كان الروح ويعلم ما جرحتم الناس جرام يترتبوه بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ابعدتم فيه أي النار ليقضى أجل عنكم أجل معينة 70 سنة اربع قدميك مش أنت مش تربعها لكن يا ربي قصة الخير يقول مش يجيك ثقيل ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم ما كنتم تعملون كررنا الأنساب ربي سريع فيه لأنه هو المعلومات وله الحقائق الكبرى وله الحقائق كلها وله الفصل في كل أمور وليعجز أمر من الأمور وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت فوفته رسولنا وهم لا يفرطون جستنا من الأركونز قبري آسف الأركونز عزرائيل وهم يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسمين يعني مش يحكم عليك ولا ليك والله مش رئيسك ولا الملك نتاعك ولا معبودك ساحر سياسي خبيث يدعي ما ليس فيه وهو سبيل وهو مفتاح التخريب لحياتك وحياة أمثالك وبرا كل واحد ينادي لحزبه وهم كل ما ينادون إلى حزب الشيطان اللي من ورائه الخسران المبين نسأل الله السلامة في كل مكان وكل حين.